السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لأعشاب طيور الحب، نستعمل الطيور الخاصة بالبادجي الإنجليزي الكبيرة، أو الطيور الخاصة بالجاوة، أو الطيور من الحجم المتوسط. لكن عند اختيار العش يجب اختيار العش المناسب حتى لا تهرب الطيور منه، لأن طيور الحب ذكية، لذلك يجب التأكد من أنها لا سبيل للخروج منه أو فتح البوابة العش. بالنسبة لمواد التعشيش والرشاشات الخاصة لقتل الفاش والحشرات، نستعمل البودرة في أسفل البياضة، وأيضا نستعمل الرشاش في أعلى البياضة. نضع النشارة في أرضية العش وهي كافية، أو يمكن أن نضيف سعف النخيل. بعض الطيور لا تواجه أي مشاكل في التعشيش في نشارات الخشب لوحدها، لكن البعض الآخر يفضل توفير سعف النخيل أو الخيوط التي تستعمل للزبرة أو طيور الفنش الأخرى. لذلك يمكن أن توفر لهم أو تقدم لهم ما هو متوفر لديك. يمكن أن تضع كمية بسيطة أو قليلة منه داخل العش، والباقي تضعه في القفص. تقوم بوضعه فقط أو ترتيبه على حسب رغبتك، ثم عندما تدخل الأنثى والذكر للبياضة سوف يقومون بترتيبه على حسب رغبتهم وذوقهم الخاص. ثم لتثبيت البياضة نقوم بتثبيتها في بوابة القفص بشكل جيد، ثم نثبت سعف النخيل أو مواد التعشيش الذي تريدون تقديمها أو توفيرها لطيوركم. ثم بعد مدة بسيطة سوف تبدأ الطيور وتتشجع بأخذ مواد التعشيش ونقلها لداخل البياضة. عندما تلاحظون أن الزوج قد بدأ بأخذ مواد التعشيش وإدخالها للعش، يجب في هذه الفترة البدء بتوفير النظام الغذائي الخاص بوضع البيض. لذلك نقوم بتوفير خلطة البيض بشكل 3 أيام على الأقل في الأسبوع، وتوفير الكالسيوم أو المحفزات الأخرى الجنسية مثل الفيرتيفيت أو النيكتون أو غيرها من المكملات الغذائية البيطرية، فذلك على حسب المتوفر لديكم ورغبتكم الخاصة. هناك من الطيور رغبات مختلفة، لذلك إذا تشجع الزوج وبدأ يدخل للبياضة فهي مناسبة لهم، وإذا انقطع الزوج عن الدخول للبياضة بعد دخولها إليها فإنها لم تعجبهم، لذلك يجب تغيير البياضة في هذه الحالة. وبالنسبة لمواد التعشيش، يمكن توفير مواد التعشيش مختلفة، ثم تختار الطيور مواد التعشيش التي تحبها بنفسها. هذا كان بالنسبة لتجهيز البياضة والمواد التعشيش المناسبة لطيور الحب والنظام الغذائي للتعشيش. المقطع التالي سيكون بخصوص وضع البيض، والسلام عليكم.